صباح الخير، والحلقة جديدة من الحلقات النقاشية التي تقيمها اتحاد مصر للإنسان كل يوم جمعة. وبنشكر طبعا قناة الطريق اللي هي الحقيقة بإذاعة لنا الحلقة النقاشية. طبعا في خارج هذه القاعة ورش عمل بتشتغل عن مناقشة الأوضاع الأمنية، وهل هناك تجاوزات من الشرطة، وأم أن هناك فزاعة تصدرها جماعة الإخوان الإرهابية قبيل حدوث أو قدوم 25 يناير، حتى عشان الناس ما تنزلش. احنا بنقول ان شاء الله اليوم ده هيمر بخير، وما فيش حاجه هتحصل باذن الله، والناس هتنزل وتتبسط، وهنعيد هنعيد عيدين، عيد ثوره 25 يناير وعيد الشرطه ايضا. بلا شك طبعا، وكما تحدثت انا مع المساعد اول وزير قطاع حقوق الانسان امس، قلت في تجاوزات من الشرطه وخاصه في اماكن الاحتجاز، وكان هذه الظاهرة لا توجد في السجون لكن توجد في أماكن احتجاز داخل أقسام الشرطة. هناك أيضا يعني تجاوزات من أمناء الشرطة ومن ضباط صغيرين ضباط المباحث، وقلت المفروض الضباط دول يحتاجوا إلى دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان. وأيضا قدمنا لسيادة الوزير مذكرة بأن يكون في عضو من أعضاء منظمة حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة، بالإضافة إلى الضابط المعين لحقوق الإنسان حتى يطمئن المواطن، لأن مش معقول أن ضابط حقوق الإنسان هيشهد على ضابط زيه هو بيعذب أو بيتجاوز في حقه قبل أو تجاه مواطن. طيب دي بالنسبة للشرطة، لكن المشهد المرتبك الذي رأيناه مشهد مذري للغاية، وهو ما شاهدناه في جلسات مجلس النواب من أول يوم انعقاده. وشفنا طبعا الناس كانت بتضرب سندوتشات، وكانت بتخانق على السكويت، وكانت بتخانق على الى اخر هذه الامور وعلى الفلوس طبعا. وهناك اللي كان طفيع عكاشة لاصق حاطط لاصق على فمه، ومرتضى منصور كان بيشتم والى اخره، ورفض حلف اليمين. طبعا مشهد لا يعبر على الاطلاق على يعني ان مصر يعني بالاستحقاق الثالث والاستحقاق الديمقراطي والدستوري، وهو مجلس النواب. بالقطع طبعا، وزاد الطين بلة كما يقال، في أن رأينا أن من يعتلي أو يرأس لجنة حقوق الإنسان المستشار مرتضى منصور، ما احترمنا له قيمة وقامة، لكنه كان يصلح للجنة بديلة زي لجنة الشؤون التشريعية، لجنة الشؤون العربية، لجنة الشؤون الإفريقية، الأمن القومي. لكن بالمرة لا يمكن من شخص لا يعترف حقوق الإنسان ولا يعترف قيمة حقوق الإنسان، وأسف جميع المنظمات بأنها منظمات بوتيكات ومنظمات عميلة، ويمكن أن يكون رئيسا لهذه اللجنة، سيما وأن مصر دولة لها عضوية في الأمم المتحدة وعضوية أيضا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف. فكيف يتعامل مع منظمات دولية ومع مجتمع دولي ونسى أن مصر عضو في المجتمع الدولي؟ ولذا نحن كمنظمات، وانا الحقيقه اتكلمت في هذا الموضوع اكثر من مره، ان لا يمكن بحال من الاحوال ان من يعني يناهض حقوق الانسان ان يكون رئيس حقوق الانسان، وخاصه في تصريح له صباح اليوم قال ان لابد ان يقال او يحل مجلس حقوق الانسان، مجلس قائم حقوق الانسان، ويتشال خالص. طبعا كلام يعني هراء، لان مجلس قائم حقوق الانسان انشئ بتوصيه من الامم المتحده سنه 2003، وايضا كدوله مصرية ديمقراطية عضو في الأمم المتحدة لابد أن تقيم أو أن يكون هذا المجلس، مش يغير أعضاء المجلس ويشيله خالص، ما يبقاش حاجة اسمها مجلس حقوق الإنسان. طبعا دي مهزلة وكارثة. وأنا قلت تعيين مرتضى منصور لجنة حقوق الإنسان، وإذا كانت هناك مفاجأة صادمة في سنة 16 فتكفي هذه المفاجأة الصادمة وحدها. فيما يتعلق أيضا بما حدث يوم الجمعة الماضية مثل اليوم، وبعد يومين فقط 48 ساعة من إلقاء خطاب الرئيس السادات في كاتدرائية مقصية وزيارته التاريخية للكاتدرائية، وأيضا لما قال إن أنا بعتذر عن إن إحنا تأخرنا عن ترميم الكنائس، وكان رقيق الاعتذار وشيء جميل منه، وقبل كده كنت حاضر معاه في عيد اللي فات، وقال برضو إن أنا ما كانش يمكن إن ما أحضرش. كل الكلام الجميل والرقيق والرسائل العظيمة اللي بيرسلها السيد الرئيس لسلطة الدولة، نجد بعدها 48 ساعة تماما، وتحديدا نجد ان احد شيوخ الازهر في كفر بطيخ في احد مساجدها يعتلي المنبر بدلا من الخطيب المعين من قبل وزارة الاوقاف، ويهين المسيحيين
ويصفهم بأنه لا يجوز أن نعيد عليهم وأن نهنئهم. وده الأزهر، ده حال الأزهر. عشان كده أنا قلت الأزهر لا مخترق يا جماعة، الأزهر مخترق يا جماعة، الأزهر فيه محمد شومان وكيل الأزهر مصيبة سودة، إخوانج كبير قوي، وكان بأيد السيسي. وده ينفع يا دكتور فضيلة الإمام الدكتور أحمد طيب؟ كان بينفع، كان بايد المرسي يا جماعة، آسف، كان بايد مرسي، ليه فيديوهات بايد مرسي مخترق، إخوانج كبير. يا دكتور أحمد الطيب ينفع الكلام ده؟ ينفع سيد الرئيس ثلاث مرات في عيد مولد النبي وعيد مولد النبي وكذا مناسبة يقول جددوا الخطاب الديني؟ لحد دلوقتي ما فيش أي استجابة يا جماعة من الأزهر. الأزهر مؤسسة دينية محترمة عريقة، ما ينفعش تكون بهذه الطريقة. اتصل بي الدكتور أحمد كريمة امبارح أول امبارح يوم الثلاث، وقال لي يا دكتور نجيب، قلت له يا دكتور أحمد، قال الأزهر محاولة التحقيق عشان بطلع بالتلفزيونات واتكلم الحقيقة. ما أحمد كريمة حد يختلف على دكتور أحمد كريمة؟ طب ما ينفعش كده، ما ينفعش فضيلة الإمام يكون الأزهر في خصومة مع الناس. انت حاولت الإسلام البحيري اختلفنا واتفقنا معاه إلى المحكمة وخد سنة سجن، ما ينفعش تكون مع خصومة مع حد خالص. الكنيسة وهين خلاص، البابا الراحل البابا شنودة السادس والكنيسة من عادل حمودة وغيره وغيره وغيره، عمرنا ما شفنا الكنيسة رفع قضايا. احنا كنشطاء كل بنرفع قضايا، يوم فيلم أواني الورد وبحب السيما والكلام ده كله احنا بنرفع قضايا. فاش خالص خالص أبدا يا فضيلة الإمام ما يحدث داخل مشيخة وأروقة الأزهر. مش كفاية أوروبا اتمرت إرهاب من عدم متواجد الأزهر في أوروبا؟ كلها اتمرت إرهاب. الوهابية السعودية حلت محل الأزهر في أوروبا واتمرت إرهاب. احنا بنجني ثمار أو حصاد تقصير الأزهر. برضو عاوز أقول جانب حلو بعد الجوانب المؤسفة، إن احنا إن شاء الله يوم 31 شهر ده يناير، يوم الحد اللي بعد اللي جاي إن شاء الله هنكون تعرف القصة الطويلة والمراسول اللي خدناه من أجل الحصول على تصريح بإعادة بناء كنيسة الشهيد العظيم مرجرجس بنزلة حنة بمحافظة بني سويف مركز الفاشن. إن شاء الله هنحط الأساس إن شاء الله بحضور السيد المحافظ الجديد ومدير الأمن ونائب مدير الأمن ومفتش الأمن الوطني ووكيل وزارة الأوقاف ونيافة الأنبا السفانوس مطران بيبا والفاشن ببني سويف، وهنكون موجودين معهم كمنظمة هي اللي قامت بهذا الدور. احتفالية كبرى لنقدم الحاضر طبعا في قنوات فضائية كتيرة جدا عشان نقدم لمصر كلها والعالم كله ان فعلا ما يعد به الرئيس السيسي ان شاء الله يكون في ترميم كافة كنائس مصر التي هدمت وحرقت في العهد الأسود عهد الإخوان المسلمين. طبعا احنا لو تطرقنا الى مسألة مثلا مجلس الشعب مرة او مجلس النواب مرة تانية، مجلس مرتبك، احنا لسه هقول النهاردة هأفرد قناة الطريق بهذا الانفراد، هنشكل كيان او ائتلاف او هيئة كفى ما يسمى الاسبوع الجاي، هي مكونة من مجموعة من السياسيين والمثقفين، هتكون هدفها مراقبة وتسجيل ورصد اداء اعضاء البرلمان سلبا او ايجابا. العضو اللي دخل بالمال السياسي ودفع وصرف 10 مليون و20 مليون هيعمل ايه يا ترى؟ هيعمل ايه؟ هيجيبهم ازاي الا اذا فسد الزمم والضمائر وراح هنا وهناك يعني يحصل على منافع غير مشروعه من اجل ان يعوض الملايين الذي دفعها. هنشوف ان شاء الله من هذه اللجنه رصد اداء، لان البرلمان بيراقب الحكومه ويصدر التشريعات. من الذي يراقب أعضاء البرلمان؟ هناك لجنة من حقنا نراقب أداء أعضاء ونرصد أداء أعضاء البرلمان ونقدم هذه التقارير إلى رئيس البرلمان. طبعا الفساد المنتشر في مصر، فساد للركب، وأنا قلت هذا الكلام في أكثر من لقاء الأسبوع اللي فات، في المحليات شفنا العقارات اللي بتقع في الفيوم من أسبوعين وأول امبارح في الشرقية واثنين امبارح تقريبا في احد احياء مصر القديمه والاخره، لان الخسائر الفساد الزمم فسدت
الزمن فسدت وارتشت، والحقيقة الرئيس السيسي يحتاج أن يجزر هؤلاء ويقلب الطاولة رأسا على عقب من أجل أن تكون يعني مؤسسات نظيفة نقية طاهرة شريفة من أجل الوطن. ده المفروض أن احنا بنسعى إليه بإذن الله. طبعا احنا بنهني، وده أول مناسبة بعد العيد نلتقي على قناة الطريق، نهم الشعب المسيحي في كل مصر وفي كل أنحاء العالم، الشعب القبطي يعني، بعيد الميلاد المجيد، وعلى رأسهم طبعا بنهني قداسة البابا تودروس الثاني، وبنكرر شكرنا للسيد الرئيس الفتاح السيسي. الحقيقة الرجل الذي يعني حينما يأتي إلى الكاتدرائية تكون هناك رسائل عديدة إلى الجهات المسؤولة والسلطات المعنية بأن تكون هناك مواطنة حقيقية لجميع المواطنين، لا فرق بين مواطن أو آخر بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أو العرق. شكرا لقناة الطريق.